اللي انت عايزه اقول. بصراحه عايشه انت بنت ما فيش منك اتنين، وانا كنت واثق ان انت الوحيده اللي هتفهميني في الموضوع ده. هو موضوع بس عايشه، هو موضوع عاطفي. بس عايشه بصراحه انا بحب. من فيلم لمسلسل والواد كل يوم بيكبر، موهبته بتزيد، حضوره بيزيد ويتفاقم. حاضن معاه أحلام جيل جديد بيحلم بدراما مختلفة ودنيا غير الدنيا. بس المهم بقى إنه مركز في حلم جيله وأحلامه اللي جاية. الإيقاع، الإنسيابية، أنت مش مجرد آلة، أنت شعور ووجدان. لازم الكابل اللي بيرقص ده يبقى بيحب بعضه. الحب ده بيبان في الحركة. انت بتتكلم جد؟ ده بجد المره دي؟ اه والله. انت الخبر اللي بتقوله لي ده بجد؟ انك انت خطبت؟ اه. لو النبي حقيقي يا دي الخيبه دي البنات معلش بقى، معلش يا بنات ما تزعلوش. الدخله دي يعني اتخطف الواد. لا تمام الحمد لله. وش حمر بقى والدنيا قلبت بامبا وحاله. طب ده البنات هتعمل ايه؟ ده احنا من يومين موضوعنا فيه فتى الاحلام. لا بدري بدري بقى، خلاص بقى بدري 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 بدري. انت عامل اوقات فراغ من امتى؟ من 2006، من 10 سنين. يا لهوي. اه والله اداني دي ممكن تبيض دلوقتي وانا قاعد مع حضرتك. 10 وحيات ابوك 10 سنين؟ اه والله مع حضرتك يعني كنت معانا فيه. انا ماليش دعوه بالاعمار. وايه ده انا مالي؟ كنت معانا فيه 10 سنين. يعني انت دلوقتي عجزت؟ اه والله انا بجد يعني ايه اوقات فراغ من 10 سنين؟ ده لسه شاب يعني. يا عيني يا ابني. اه ما هو ده عيب بقى اللي يبداوا بدري. اه والله يعني فجأة شغال بقالي 10 سنين. يا عيني مش حاسس اني عملت حاجة يعني. انت لسه طمع طبعا. عمر الفنان ما بيحس انه عمل حاجة. اه لا انا فعلا ما عملتش حاجة برضه. انما لا يا ابني هنهرج بقى، استنى بقى خليك معايا. معاك. انت كنت بتدرس اعلام. تمام. في جامعة مصر باين ولا اه؟ ايه اللي جابك في اللي جابك عندنا؟ يعني حضرتك. لا مش انا، انا ما كنتش في الاول. استاذ حسين القلة. استاذ حسين القلة طبعا استاذ في الاول كبير. واستاذ محمد مصطفى قرروا ان هم يعملوا فيلم ويجيبوا ناس ما حدش عارفها. ايوه جابك من ايه يعني؟ انت كنت اكيد في الحاجه ولا كان محمد هو اللي بيروح يبص؟ كان بيروح يبص في ورش. هو وقتها كمان كان في ثلاث ورش، دلوقتي بقى في كتير قوي. فشافنا انا وكريم وعمر في، انا كنت في ورشه الدكتور محمد عبد الهادي وكان في ورشه دكتور احمد كمال. وهم ثلاثه كده. فجمعنا بقى وقعدنا مع بعض نقرا السكريبت طب استنى يا احمد، عايزه افهم، انت دلوقتي طالب بتدرس اعلام، هو صحيح حوالين في الميديا يعني، لكن هل دماغك مودياك انك تمثل؟ يعني ايه اللي يخلي بني ادم عادي في حته يفكر يخش ورش؟ اني ما كنتش بعلن قوي عن الفكره دي جوايا من وانا صغير يعني. ما كنتش شاب بمثل في المدرسه او في الجامعه ولا بقول، ولا كنت شخص عايز اعمل اعلانات خالص. فلما قررت اعمل كده قررت اعمل كده بيني وبين نفسي. فالحاجه الوحيده ان انا اروح اخد ورشه تمثيل، اشوف اصلا بيني وبين نفسي انا هوصل لده لفين، ابقى بعرف اعمل ده. لان انا كنت لحد ما شخص مش خجول، ولكن يعني جواني كده يعني. الفكره دي جوايا ما بطلعهاش. هل عشان انت كنت حلوه يعني؟ هل حلاوه شكلك او يعني؟ ربنا طبعا دي ربنا يخليك. اسم ما انت كل واحد بتصرف له شويه حاجات بقى بيحاول يشغلها. بص في المرايه يقول مش يا رب ربنا الحمد لله شاكر قوي يا رب والله صارف لي حبه شويه حاجات لطيفه يعني. فهل انت مثلا كنت مثلا بنات بتحبك في المدرسة مش عارف ايه يعني، حاسس بان عندك لوكس حلو؟ والله لا والله ما ده. انا كنت طبعا يعني انا كنت بلعب سباحة طول الوقت، فكنت في النادي يعني اكتر. الكوميونيتي بتاعي كان نادي الصيد. فكان في يعني وانا ماشي كده بالشورت بعد التمرين وهو مبلول كده من مايوه، كان في يعني مش عارف كانوا بيضحكوا عليا ولا كانوا بيعكسوني، بس كان في يعني ده مثلا رجليك رفيعه وركبك كبيره مثلا أوي. او ايه؟ لا 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 بجد كنت اخلص تمرين واتمشى بالشنطه في النادي.
واد رياضي بقى. فكان في بقى كان في اصحابي بقى في النادي كتير، ف يعني ده ما اثرش خالص برضو على كوني عايزه امثل. بس حاسس ان انت فارق شويه عن صحابك، انه البنات بتبص لك او حاجه، لان ده عنصر مهم يعني، ده ربنا خلقه علشان الناس تنجذب لبعضها يعني. ايه الوسامه اللوكس يعني، ربنا بيدي لك مقدمه، انت شكلك حلو العب بقى وحسن بقيت. ممكن يعني يبقى في حاجه الواحد بيسمع عليها مثلا، والله شكلك لطيف. بس انت بقى هتفضل شكلك لطيف وكده، ولا هتبقى بني ادم لطيف؟ ايوه بالظبط. فدي بقى هي طب فرق قد ايه بقى من اوقات فراغ، من لما نجح؟ انت عارف اوقات فراغ ده كان بيحصل فيه ايه؟ ايه اوقات فراغ ده؟ حصل حالة فين بوسط الشباب اللي عمركم كله، انه تجبهوا مع الفيلم. ما تفهمش، انا كنت بقعد في السينمات وراقب، فبقى ايه بقى مثلا وقتها كان في افلام تانية بتتعرض لابطال كبيرة، في اعمار مختلفة يعني، لكن جيل اوقات فراغ ده كان بيلم بعضه، وتعرف ان ده شباك شاشة اوقات فراغ. لم يعني في حالة حاصلة. بعد كده خرجت منه ايه بقى؟ الوضع اختلف ازاي معاك؟ هو الفكره انه خلق حاله مرحليه عند الجيل اللي هو حب اوقات فراغ، اللي هو كان شويه قدنا وقتها واصغر، حسوا ان هم ده فيلمهم يعني. ايوه ما تيجي اقول لك كلمه سر في بقك. اطلع يا حازم من فضلهم. يا كفل يا كفل. اتفضل يا استاذ على اوضتك ونام بدري، لما تشوف بكره هيمشي ازاي. وانت عشان تستهبل واقف عمال اقول لك هات هات، وانت بترقص، وانت حمار ولا ليك فيها اصلا. وانت بالك يا عم، انا حر اعمل اللي انا عايزه. خلاص يا عم العب مع نفسك. يا عم خلاص اتفلقوا، انا مش عايز العب اصلا. بعد اوقات فراغ احنا كان عندنا يعني عملتوا ماجيك بقى. ايه بقى حصل؟ عملنا ايوه عملنا ماجيك. وبعدين انت عملت فيلم يوسف هشام لمح البصر. لمح البصر برضو ده كان مع استاذ حسين فهمي بقى. طبعاً. حاجه جامده يعني. طبعا ده كان تجربه بالنسبه لي مختلفه خالص. يوسف كان معايا في الجامعه. وتجربه الشغل مع استاذ حسين فهمي كانت تجربه عظيمه جدا. ليه بقى؟ والله الكلام ده شويه يعني ما تقولش امين شرطه اسم الله مع الصغير بقى اللي وقد ايه كان هو يعني بسيط بقى، واحنا اصحاب، وبيروح معايا في حتت يعني انا مستغرب ان هو يعني بنشتغل ناس فتره ويلا نروح نعمل كذا ويلا صحابه جدا. والله. وقلت له ده وقتها، قلت له انا كان ممكن افضل طول الفيلم عامل كده لاني حقك. لا هو كسر ده خالص من اول مقابله. وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا، ولما حتى بكلمه واسال عليه دلوقتي فكرني بحاجات وقت الفيلم يعني. ممكن اعرف الشنطه دي فيها ايه؟ انت مش ملاحظ ان اسئلتك بقت كتير؟ لازم اسال عشان افهم. من الصبح بنروح اماكن غريبه وبنقابل من ناس اغرب، ودفعنا فلوس في شنطه معرفش فيها ايه، حشيش ولا بانجو ولا ايه؟ هيروين. يا نهار اسود، دي فيها اعدام. ايه خايف؟ طبعا بقول لك يا اعدام. اسمع بقى ما اقول لك بقى، انت اللي اخترت وانت اللي وافقت انك تدفع الثمن، وانت اللي قلت لي انك انت مستعد تعمل اي حاجه عشان تنتصر على اشرف وتفوز بحبيبه القلب. عموما خليك على راحتك، محدش غصبك على حاجه. عايز ترجع في كلامك انا تحت امرك، فلوسك هترجع لك بعد ساعه. ايه اللي يضمنني انك هترجع لي فلوسي؟
تجارب مش في حياتي بتتكرر كتير. وانا كنت محظوظ بيها، وكنت محظوظ مع برضو يعني استاذه يسرى. انا بحبها حب طبيعي. اشتغلت معاها برضو. من الناس ده كان ايه بقى انا فكرت في مسلسل اسمه نكذب لو قلنا ما بنحبش. ايوه 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 وان شاء الله في المسلسل الجديد ده. لا والله معاها لسه لسه ماضي امبارح يا حبيبي. مبروك كده على طول ان شاء الله باذن الله. مبروك يا حبيبي. ف اجي اشوف يا اخويا اختي وابني بقى خالتي وكده. انا جايه انت هنقول لك خالتي. دلوقتي انت لما خطبت، ما خلينا بقى نسال اسئله بتاعت البنات الصغيرين اللي قاعدين دلوقتي مصدومين. اه دخلتي عليا الحلقه بصراحه الدخله انا ما فهمتش. لا ما هو في مشكله. اه والله في مشكله دلوقتي. الحمد لله. طب قول لي عرفتها ازاي حبيبتك؟ يعني هي صاحبتي من زمان جدا، هو شيز فيري كلوز فريند يعني احنا كنا اصحاب، وشافتني وانا بتتطور في شغلي وفي حياتي، وشافتني وانا يعني ببص البنات تانية. عاشت معايا الفتره دي كويس قوي يعني وفاكراها، وطبعا ده لي مساوئه الضخمه. ماسكه عليك زله البلاوي. وشايله مني طول الوقت من غير سبب، وانا مش يد يعني. بس ده كويس برضو يعني، بيخلي شويه العلاقه مختلفه. امتن. بالظبط. لانه انت عملت كل ده وفي الاخر برضه هي نقيتها هي. وهي يعني عارفه، بيدي ثقه كده شويه، هي عارفه انا ايه وبعمل ايه وصلت لايه. فلانها كانت يعني عارفه كل حاجه عني. طب انت متخيل انه البنات اللي في عمرك، اكيد في اللي اصغر منك وفي شويه اكبر منك، يعني الجيل كده على بعضيه، ايه اللي بيعجبهم فيك؟ يعني ليه انت مز بالنسبه لهم، او حاجه لذيذه، او شخص بيحبوا يشوفوه، بنات واولاد، ايه اللي بيعجبهم فيك؟ انا ما بشوفش اني قدمت حاجه تخلي ناس تعجبهم يعني يعجبوا بيا على المستوى الفكري والعملي يعني لسه. يخليني مثلا زي ما انا بحب شخص او بحب ممثل او بحب تفكير حد، مخليني متعلق بتفكيره. سواء لعيب كرة، سواء مغني، سواء ممثل، سواء اي حد. ما عملتش ده، ولكن لو في حد متابعني قوي يعني ممكن يحس اني اخر فتره بحاول اعمل ده. على المستوى، والله العظيم ما بقول الكلام ده وخلاص، على المستوى شكلا والحاجات دي، انا بجد ما بحبش اصلا الكومنتات دي يعني. ما بحبش فكره ده، انت لطيف، انت امور. طب انت يا اخويا عليك، انت عندك صفحه. ما عندي يعني، عندي انستجرام بقى والحاجات دي. طيب انت ليه مانع انه من حق الناس ان هي تشوف في نجم ما اي موديل؟ الولد يشوفك موديل يحب يبقى عامل زيه. طبعا. اقول لك انا حاجه مثلا، انه انت صوتك حلو، مخارج الفاظك حلوه جدا. والله معرفش بقى عشان دارس اعلام ولا مش دارس. لا اعلام. لا اول مره اسمع الكلام ده. لا ده كويس قوي. ده في اصل انا بسمع عارف صباع النوجة. صباع النوجة ما واحد يكون واكل نوجة ولسانه ملزقة يعني، سنانه ماسكة في بعض فما فيش ولا حرف طالع. بس ده بيتغير مع الوقت يعني. أنا أكيد في وقت كنت بعمل، كنت صباع نوجة، كنت شوية في بدايتك، كنت شوية طبعا. دي حاجات برضو الواحد بينه وبين نفسه كده بيشتغل عليها يعني. طبعا برافو عليه. فمش من حق الناس إن هي تشوف فيك، أنا ممكن أشوف فيك رول موديل لابن مثلا يعني، مش لازم أبص لك بصة غرامية يعني. انت لو ما انتاش عارف انه مظهرك وشكلك بيفرق، ما كنتش تبقى متظبط كده يعني، عامل لوك مودرن
حلو، دقن لذيذة، شعر مش عارفة إيه، لا هو مايس ولا هو مسقط البنطلون ولا هو راجل، بس شاب يحبه شباب يقلدوك شكلا. انا بشوف ان بالنسبه لي انا الموضوع بيبقى بسيط وشويه عشوائي يعني، وزي ما كنت بقولك مش قفيل شويه زي ما الشباب قفيل قفيل جدا. مش قفيل عادي. القفيل ده اللي هو عامل ازاي؟ اللي هو بقى شعر عامل كده. انا شخصيا كراجل يعني ما بستحملش اشوفه. فيعني هو بيعمل كده لمين؟ ما في بنات بتحب الشعر ما اللي هو اظنش واقف يعني، مثلا في بيحبوا السبايك ده اللي هو مركب دبابيس في دماغه ده واقفين كده. لا الدبابيس كانت زمان في وقتي كانت دبابيس قد كده، دلوقتي الدبوس بقى صعب. انا مش عايز ابان بس ايه يعني بنصر او عجوز. بس بجد انا رايي كده يعني. طب قول لي انت الرول موديل بتاعك كان مين؟ مين الشاب اللي ياخد عينك يعني في السينما؟ في السينما في المرحله اللي انا طبعا قعدت اتابع فيها الناس العظيمه اللي عندنا مثلا الاستاذ محمود عبد العزيز. يعني انت رايح في جيل قبل بكتير. لا عندي برضو ناس بحبها في الجيل اللي بعد كده، ولكن انا يعني كممثل كمان. طبعا يعني كممثل. لا هو لانه ما يعني محمود ما لعبش موضه خالص، هو محمود بالظبط. وبيمثل يعني، هو مش بيطلع جن وسيم، لا هو ربنا صارف له شكل فهو ركز بقى على الادوار حلوه قوي. انا حييتك تاني غشيم، زيك تن روحك طلعت من ياما. اتكلم. الجرأة حلوة مفيش كلام، والأحلى منها الموهبة، موهبة الحضور وموهبة الغياب وقت اللزوم، إن يكون وجودك علامة على زمن الفن الجميل وغيابك غياب لكل ما هو جميل. عزيزي محمود عبد العزيز وحشتنا. دي في الأوكي الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. اسمع يا سيدي، قول يا ستموني قول. في البنات مثلا كانت مين فتاه الاحلام وانت صغير؟ ماشي، هو يعني الله يرحمها بقى هند رستم طبعا. يا النعمه كنت عارفه انه هيقول هند رستم. والله العظيم كنت عارفه انه هيقول هند رستم. والله اصل الموضوع كبير يعني، ممتده لا تنتهي. لا تنتهي، موضوع كبير. والله الله يرحمها بقى. برضو عايز اقولك الموضوع اختلف في البنات، هم بقوا شوية يعني فاهمين غلط. بس ده مش موضوع نتكلم فيه دلوقتي. طيب بعدين بيني وبينك. فبقى الموضوع برضو جوه الوان كتير وحاجات كتير. فبس طبعا وناس كتير، بس يعني خلينا نختصر الموضوع في هند رستم. طيب. انا حابب اختصر الموضوع. عشان طب ماشي، حفاظا على حياتك الاسريه. تمام. رايح فين؟ خطتك ايه؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه ابان فيها اكتر انا عايز اعمل ايه، ويبقى عندي الفرصه ان انا اختار بطريقه اقرب لي اكتر من ما اختار الطف الحاجات المتاحه. انت دلوقتي عامل حاجة حلوة قوي في ابن حلال، عامل حاجة حلوة قوي في حارة اليهود، الحمد لله. ايه الاواخر تاني عامل ايه؟ حواري بوخارست مثلا. يعني انت عامل شغل، لا فرقنا كتير وبقينا تقال، حارة اليهود دور مش عارف ايه، ابن حلال كنت معلق مع الناس جدا الحمد لله. لكن انت عايز طموحاتك لسه تأسس قوي في صاروخ ليه وكده؟ انا اتعذبت والله. في ايه؟ في ابن حلال. ليه؟ قتلت سارة سلامة. صار لك كيف الشارع بقى؟ ما مش طايقينك في والله الشارع. هم بيبصوا ينفع كده؟ قلت بقى والله ينفع ده الصاروخ ليه وحد يقتل السيف؟
بجد. غير بقى ان حبيشه الله اكبر يعني محمد رمضان. انا من الناس المحبين محمد رمضان جدا كممثل. شوفه موهوب جدا واستاهل فعلا ان هو فيه. وهو اثر في الناس بطريقه عامله كده. حلال كان قوي جدا. فحبيشه ده انا كنت انا حبيشه وكنت قتلت حبيشه مع اني انا ما قتلتش حبيشه. وكنت يعني حد يعمل كده في حبيشه وحد يقتل الصاروخ. انا كنت كده طول الوقت. انا عشت سنه. طب انت دلوقتي اللي جاي ده هتموت حد ولا بتاع ولا ماشي؟ لا 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 هموتك. ترفع علينا السكينة يا بنت الكلب قاطية. انت لا عمرك كنتي ولا هتكوني لحد غير انا. انت ليه بتعملي فيا كده؟ في فيلم اسمه الهرم الرابع ان شاء الله نازل يعني اليومين دول. يا رب يبقى معلق برضو مع الناس كده زي الحاجات دي. انا حاسه ان انت هتفاجئنا جامد ان شاء الله. هي الفكره مختلفه جدا، مستوحاة من قصة شاب جزائري هاكر كده كان قلب الدنيا طبعا. فهي دي الفكرة طبعا. و بتنتصر وايه بقى، الحكم الاعدام ولا للعبقرية اللي هي اللي بتشتغل؟ لا 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 ما بنحبش احنا حكم الاعدام ده والحاجات دي. اول رايت ننتصر للعبقرية الذهنية حتى لو كانت وظفت غلط المفروض. بس هي ما وظفناهاش غلط قوي فبقت بننتصر ليها وهي ما وظفناهاش غلط. اشتغلت في الدراما مش قانونيا يعني الدراما. طبعا مش قانونا ولكن يعني مش موظفة غلط خالص. ان شاء الله هتبقى زي الفل يا رب والله بالقعده دي واحده. والنبي يا اخويا خلينا يا رب والنبي كمان شويه قدام كده اجي اقول له وانت عملت البرنامج معايا امتى؟ يقول لي من عشر سنين. والله ان شاء الله يعني اخر مره شفت حضرتك تقريبا من فتره وقت الافلام دي. فمبسوط جدا ان انا شفتك النهارده. وانا كمان يا حياه ربنا بجد يعني. حبيب قلبي انت ما تحرمش. ربنا يخليك نورتني. ربنا يخليك نورك.